سلام، ولك انا متحمس كثير للشغل. شو بدنا احسن من هيك؟ مطعومين وشغله خفيفه نظيفه. سكوت، خليني اشتغل. تعرف شو؟ رح ضلني ملزق فيك حتى لو بدك تقلعني. لك نحن لازم نشتغل سوا على طول. ايم هالصينية. اسمعني هلا. شو رأيك قبل ما يجوا العالم نسوي لنا كم قطعة؟ لك نحن شو جايين لهون نلعب؟ روح من وشي واشتغل لك شي شغلة احسن ما انك قاعد عم بتطق حنك معي وتعطلني. هلا بيجوا المعازيم ومننعجق. ولك يا دب، ما عم بلعب، انا كتير جوعان. والله يا عمي لا بقلك تكون معلم. شو لكان عكيفك؟ تعرف ما بدي غير انه تمضى الليل على خير، وما بدي شي بنوب ان شاء الله. ايه بتمضى بتمضى، تكل على الله. على مهلك العمى ما أقل ذوقك. مرحبا مرت عمي. حمد تبقى إن شاء الله. لك أنت من وين كمان طلعتي لنا؟ نعم؟ قلت من وين طلعتي أنت بخلقتنا؟ مهند حبني عرض علي الزواج وتزوجنا. لك شوفي ولا فكرك ما بعرف إنه ضحكتي عليه وأجبرتيه يتجوزك؟ بعرف منيح إنه ما بحبك. أنت شو دخلك بهالموضوع؟ قليلة أدب. سامي بيك اللي جابني لهون وهو موافق على زواجنا. لك خرسي عم قلك. والله أنا ما توقعتك تساوي هيك، توقعتك منيحة. اسمعي ولي، ما بسمح لك بنوب تحكي معي هيك. طلعي منيح، شوفي هاي الورقة شو مكتوب؟ سمرة تيكين أغلو. لك كل ياتا ورقة ورقة. منيح هيك؟ شو رأيك؟ هلأ بدك تنقلعي من بيتي. لا مو عكيفك بنوب، هاد صار بيتي كمان. اليوم بدك تضبي غراضك وتمشي، مو طايقتك، ما بدي شوف وشك. يا بتروحي برضاكي يا بنفسي برميكي بالشارع. هيك لك شو علي؟ رح روح والله. لا تدفعي تمن هالشي غالي. سمرة، شو لقيتي مهنا؟ لا ما شفته، بس انا شفته طلع لبرا. ها وين؟ ليكو اجا مهند. انت وين كنت سمرة؟ لك انت شو عم تعملي هون؟ ها لو تعرف شو صار معي. مرحبا انا سمرة مرته لمهند. زينة شرفت. انت شو إلك شغل هون لحتى اجيتي؟ امك اليوم بهدلتني. يعني شو بدنا نساوي؟ ولعتني من البيت. لو تعرف شو ساوت معي كمان. يلا مهند تعال. جاي. لكن يا ابني هو المعلم ولازم يرتاح. العطرة علينا، نحن منتعب وما في تقدير. يلا بخاطرك. تصبح على خير. تلاقي الخير. أمي أي كلمة سيئة بتقوليها لهي البنت كأنك عم بتقوليها إلي. قلي شو راحت وكذبت عليك؟ شو افتريت علي؟ ما بيجوز إنه تطرديها للبنت، هي أولاً. ثانياً
نحن ما منكون مطلقين إذا حضرتك شقيتي دفتر العيلة، وهي رح تعيش معي بهذا البيت، لازم تتقبلي هالشي، فهمتي؟ عطوة وش أنت وأبوك، خليها تركبنا. طبعاً أنتوا ما بتعرفوا شو بتساوي وقت منكون لحالنا، صدقني هاي البنت بوشين. شو سويت لك؟ الله يسامحك مرت عمي، أنا ما عملت شي لحتى تقولي هيك عني. بس أنا بحترمكن وبحبكن أنت وعمي كتير. شوف شو محتالة مرت عمي، أنا مالي حدا غيركن. حاجة لا تقلبي لي هدراما، إذا طلعت وين بدي روح؟ ما بعرف حدا، والله لو عندي حدا ألجأ له أكيد كنت بروح. سلالي أمي، أنا ما طلبت تحبوني وتقبلوني غصب عنكن، والله مو حابة إزعجكم، بس قلي لي أنا شو أعمل. طيب أنت هلأ فوتي لشوة، بكفي هلأ تسخافات عند المساء، يلا وأنت كمان. لك يا عيب الشوم عليك. دخيلك يا ربي على هالورطة. ليش شقيتي لهم دفتر ليلى؟ لك انت شو بدك بهالمخلوقة؟ ما عم افهم، ساوت شي غلط معك؟ ليش لا تقلعيها من البيت؟ سامي صدقني هالبنت سلالة وكذابة. خرسي لك، هي اللي عم تحكي عنها بتكون مرت ابنك، يعني شو فيها اذا قعدت هون؟ هندا تلملمي شوي بقى، اصحي لحالك، يعني حاجتك لف ودوران بقى. ليكي هالموضوع ما بقى بدي اسمعه هون منك بالمرة، إلا رح تندمي. مو عاجبك الكلام؟ ليش ساكتي هيك؟ فهمتي ولا لا؟ بترجاك مهند نام هون، أصلاً أمك عرفت إنه أنت ما عم تنام جنبي من أول ما أجينا، لهيك هي حاسة إنه في شي مو طبيعي بزواجنا، قالتها بلسانة وهالشي عم يضغط علي كتير. هي فهمت إنه ما بدك يعني، للأسف. يا ريت تفهمي هالشي أنتي كمان. مهند عم بترجاك خليك هون. سمرة انتهى الموضوع، بترجاك لا تتعبني أكتر من هيك. اسمعيني منيح، أنا مشانك عم بحاول أتحمل كل هالأمور، عم بعيش هالوضع بس لأنه أنا مجبر عليه، فلا تضغطي علي أكتر، ما تحاولي تغيري شي، لا تطلبي مني شي بنوب، ماشي؟ اشكري ربك اني واقف جنبك. نامي هون وما تحاولي تساوي شي، وخلي هالمرحلة تمرق من دون مشاكل، يعني مثل ما انا عم بتحملك انت كمان بدك تتحملي هالوضع اللي عايشينه، مجبورين. اتفقنا؟ خلاص فهمت. نامي لكان، يلا